معنا هاتفيا من بغداد سيد ضياء البدري رئيس جمعية التربية الإسلامية في بغداد. مرحبا بكم. إذن بداية، ما الذي حصل بشأن هدم جامع الجمعية داخل كلية التراث، وما الحجة القانونية التي استندت عليها إدارة الكلية بهذا الإجراء؟ أهلا بكم. حياكم. يعني أخي هم يعني حجج كثيرة أرادوا أن ينفذوها، ومنها أنه يريدون يوسعون الكلية ويبنون بها يعني مشتملات أخرى، فبدأوا بالجامع. أول ما بدأوا بالجامع سووا يعني هدموه ووقعوا بالقاع. ما دوافع هذا الإجراء برأيك؟ هل هي دوافع سياسية؟ ومن تظن أن يقف خلف هذه؟ نعم، هي الأكثر دوافع سياسية. نعم. يعني هو المستثمر أراد أن يعني أن ينفذ الطريق. من الذي يقف خلفها برأيك؟ والله هو يدعي أنه هو متنفذ بالدولة. طيب، ما الخطوة التي ستتخذونها؟ هل ستلجؤون إلى المحاكم والقضاء؟ احنا من الأول لجأنا إلى القضاء، لكن القضاء للآن لم يعطي كلمته. مرتين صارت الجلسات ولم يحضر خصومنا إلى المحكمة. يعني هم ماضون في طريقهم دون الالتفات الى اي شيء او الى اي رادع قانوني. شكرا جزيلا لك دكتور ضياء البدر رئيس جمعية التربية الإسلامية في بغداد.